الدخول إلى الصلاة لابد أن نأتي بشروط الصلاة. ويلامز دعدي يخكلي أتلامزي بيخكمش أتلامزي شرط ثاني تنقصلوا حياة ليزون. من شروط الصلاة الإسلام: فلا تصح صلاة الكافر، صلاة المشرك، من يطوف حول القبور، من يدعو الأولياء والصالحين. دوحرة بيخكم لامز دعدي وضع اللي حخل ديشتغى إسلام دعون بوف حبوصل بخلج حبوصل بوتشنا لامز غوبل ديشتغى. نعم. والعقل: فلا تصح الصلاة من مجنون، شولغه حيق الخلدي شوني هنا حير يلغه يكرتن دي كوچغه تن قلامت قوبل ديشتات. وتصح صلاة الصغير إذا كان يميز وفرق بين الأشياء، تعق جيم چون لامز جيم بيري لامز قوب قوچ دون قوبل ديشتون چونغه ويليلوش ولا هما قاستن بيش ولا. ولابد أن ننوي بهذه الصلاة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. تأخذ إلى مصد عقوة تولي حون لا أدي يشتغى الله الله ريز ور الله هندو خلر. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. النية دي الشغناء تن نية تمتك دوغ دو عمبوغ يبقي تاني مهت تاني النية دعالر بدعة دو عمبوغ. ولابد من ستر العورة وأخذ كامل الزينة في الصلاة. إشتا عورة تعقول نخلي يشوها لامز دول اللي تسول صونغة ديكيول بدر تيوغع. ولابد من الطهارة، نتطهر من النجاسة، نطهر البدن والثوب والمكان الذي نصلي فيه. اشتقهما تن يعبغلو هما غينا يوقش اذا حي دغدو حي ميجين شو صوت حي دوخردو يو اعلامز دي شو متك يقهم تن خلي شو. لابد من رفع الحدث الاكبر بالاغتسال والاصغر بالوضوء. تنت حدث علي شو يشتغل هما بيخكز دو تنت يلا تشينت اير وقت سوا يوغا جيميول بيوغلو يلا تشينت حق الخليلي اذا دعي وقت سوا جيم لامز يتر ثاني. ولابد من دخول الوقت، فلا يصح ان نصلي قبل الوقت. حق تنت بيخكز دو شخويو خنت قاش خلي شو لامز خنت تقاش لامز ديش لامز قبل ديش دات. ويحرم اخراج الصلاة عن وقتها. إشتا شيء لامز شيء خينا عتاد يش قيتش أنا قيتش خينا درا إذا مكش لاتون حرام دون. لابد من استقبال القبلة، من استقبال الكعبة، من استقبال مكة. يغا قبلة حلاتي يزونها بوغ مكة كعبة